بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، احنا دلوقتي ال learning outcome بتاعنا بيتكلم عن remote sensing. remote sensing موضوع بسيط جدا، بس مطلوب مننا ان احنا ما نعتبروش تاسك او مهمة بالنسبة لنا، ان احنا نستمتع بمعلوماته. ريموت سينسينج، بما انه ديفلوبينج ساينس، علم متطور، بدأ من بداية خلق الكائنات الحية، بداية وجود عين الإنسان، عين أي كائن، ثم تطور للكاميرا، ثم تطور في المنصات أو البلاتفورم المختلفة للكاميرا. المهم تعالوا نستمتع بيه سوا. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وات از ريموت سينسينج؟ الديفينيشن بتاعه ده الساينس أو الأرت، obtaining information or data about an object, area, phenomenon. ماشي. without contact with it، من غير ما يكون في اتصال مباشر معه. المفروض لو مشيت زي ما الدكتور عابدين حاطط في البي دي اف والباوربوينت بتاعه، ان انا اتكلم عن الهيستوري اوف ريموت سينسينج، بس انا كان نفسي نبدا بالاليمنت اوف ريموت سينسينج قبل الهيستوري اوف ريموت سينسينج. تعالوا نتكلم عنها ببساطه. لو انا اتكلمت عن الاليمنت اوف ريموت سينسينج، انا محتاج اليمينيتنج سيستم، مصدر للاضاءه اللي يقول لي سورس اوف انرجي، تمام. وعشان الانرجي ديت تبقى عندها الابيليتي تو بنتريت اور ترافل ثرو سبيس، تمشي في السبيس او اني اذر ميديم، يفضل تكون الكترومغنتيك ويف. والالكترومغنتيك ويف هنتكلم عنها بالتفصيل. خدناها في تانية اعدادي، اللي هي the waves doesn't need medium to transfer. الالكترومغنتيك ويف الستاندرد سبيد بتاعتها هي اللايت سبيد، الالكترومغنتيك ويف عبارة عن باندد. الباند البسيطة اللي احنا بنستخدمها احنا والنبات هي الفيزابل لايت. الفيزابل لايت له رينج اللي هو 0.4 مايكرون تو 0.7 مايكرون. لو انا عايز اجيبها بالتفصيل هقول فروم 319 أنجستروم to 718 أنجستروم، ده اللي هو الفيزابل لايت. لو تعديته من ناحية الريد هيبقى انفراريد تي في اند راديو ويف رادار ويف. لو انا تعديته من ناحيه الفايلوت هيبقى الالترا فايلوت، الاكس ري، الجاما ري. الكلام ده احنا خدناه في الفيزيكس. محتاج سنسور عشان هيتعامل مع
الالكترومغنتيك ويف، ريكوردد الكترومغنتيك ويف. السنسور ده مر بمراحل كتير زي ما هنشوف، من الكارنج ويز بلاتفورم، بلاتفورم دي المنصة، بداية من البالون اللي هو كان بيتعبى بالهوت اير، عشان الهوت اير عنده انكريز في الفوليوم، عنده لو دينستي، هيعمل موفينج اب. الالمان استخدموا الطيور في انه يعلق عليها سنسور. دخلنا مرحلة سكرايبر الايركرافت، ايركرافت ويز وينجز. دخلنا السبيس كرافت مكوك الفضاء، عدينا بعدها للساتلايت، والكلام ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل. لو احنا بصينا للملف اللي قدامنا بقول لي بداية ان الفوتو سنسنج مع الانفنشن اوف كاميرا، ده انواع البلاتفورم، ده الهوت اير بالون، ده الاريال بلاتفورم بالون ازاي بيجيب الصورة من فوق، دي انواع من البالونات. ديت بعض القايتس استخدمها كبلاتفورم. هنا الألمان لما استخدموا الطيور كبلاتفورم. هنا الجلايدر أو السكرابر. جلايدر أو سكرابر برضو. ده الاريال فوتوغرافي التصوير الجوي، ده اريال فوتوغرافي تاني اهو. ده اريال فوتوغرافي باستخدام الاير كرافت. ده الاير كرافت. ده استخدامه أيام الحرب الباردة. ديت الطائرات بدون طيار اللي هي دراون، ودي أحدث حاجة. دي موديلات مختلفة منها. هندخل على تايبز اوف ساتلايت اند ريموت سنسنج بلاتفورم. ولاد وحبايبي، هل انت متخيل الروتيشن اوف ايرث اراوند اتسلف؟ هتلاقي ان تقريبا البول ثابت في مكانه. تمام. وهتلاقي الإكويتور هو اللي عنده سرعة أكبر. ففي عندي جيوستيشنري ساتلايت اون إكواتوريال أوربت. القمر الصناعي بيبقى ثابت عند المدار الاستوائي لأنه بيلف معاه بنفس السرعة، فيبقى سبوت على نفس المنطقة. لو على البولار اوربت الساتلايت
هيكون بيتحرك لأن البول تقريبا ثابت، وفي أقمار بتاخدها بميل أوبليك أوربت محور مائل between الإكواتوريال أند بولار باس. أذكر ولادي وحبايبي تاني، لو أنا هبص على القمر الصناعي اللي قدام الإكويتور أهو، لما هيلف بنفس السرعة هيظهر لي كأنه ثابت، لكن لو لف من عند البول هيظهر لي كأنه متحرك، لو خد ميل هيبقى وسط بين الاتنين. عند البول بيديني لقطات لأماكن متفرقة، بعتبره موفينج ساتلايت لأنه ثابت، البول نفسه ثابت. عند الإكويتور بيلف معاه هيظهر لي كأنه ثابت وهو متحرك. والنوع الثالث اللي هو الانكلايند او الاوبليك احنا قلنا عليه الكلام ده. طبعا انا عارف ان ولادي شاطرين، انا بعرف القمر الصناعي ريفوليوشن بيريود اللي هي زمن دورة كاملة، ذا تايم اوف كومبليت روتيشن، ومحتاج اعرف الريبيتيشن تايم اللي هو الوقت اللي هياخده عشان يوصل لنفس المكان تاني. انا بحدد نوع البلاتفورم ازاي، قال لي حسب الاثبات الريزوليوشن ريكوايرد، الريزوليوشن بتاع الطيف اللي انا محتاجه، coverage area required، المنطقة المغطاة أو المطلوبة، والداتا are required for، أنا هستخدم الداتا فين. بناء على كده أحدد البلاتفورم، هل أنا هعمل ريموت سنسنج جراوند بيزد سيستم من على الارض، ايربورن سيستم او اوربيتال سيستم. تمام، هنا بيشرح لي الأنظمة الأرضية، بيقول إن سايت ميجرمنت ار وايدلي يوزد تو كاليبريت اند اتموسفيركالي كوريكت ايربورن اور ساتلايت درايف داتا ذات ار اكوايرد ات ذا سيم تايم. داتا بسيطة للاستخدام الوقت. لما اجي افرق بين الكايت وبين التيزرد بالون، هلاقي ان البالون بيديني ارتفاع اعلى، فهيديني لارجر اريا، بس كل ما كبرت الاريا زي ما انت بتزوم على الموبايل بتاعك بيقلل الريزوليوشن وبيقلل الكواليتي بتاعت الداتا. هنا السنسور لما يبقى معلق في أجنحة الطائرة زي ما احنا شايفين ماشي، وممكن اعمل كنترول للمنطقة اللي انا هغطيها. هنا بيوضح لي الاوربيتال بلاتفورم، أعلى حاجة بتبقى الساتلايت، بتبقى حوالي 700 كيلو متر من سطح الأرض.
السبيس ستيشن بتبقى حوالي 400 كيلو متر من سطح الأرض. السبيس شاتل اللي هو المكوك الفضائي بيبقى على حوالي 250 كيلو متر من سطح الأرض. هنا الفيلدز اوف ابليكيشن، مجالات الاستخدام، أو صحة الميترولوجي. بعديه الـ environmental studies، بعدين الـ hydrology، الـ agricultural engineering هندسة زراعية، soil science علم التربة، physical planning عمليات التخطيط، biology nature conservation التحولات البيولوجية، land surveying عملية المساحة أو المسح الأرضي، فورستري اللي هي انفستيجيشن بتاعت مين الفورست اللي هي الغابات. آخر حاجة بنتكلم عنها في الفيديو ده عشان نخلي الابليكيشن في الفيديو اللي جاي، ادفانتج اوف ريموت سنسنج. ايه الفرق بين التيم سيرفي او التيم لاند سيرفي، الناس اللي هتمشي على رجلها تجمع الداتا، وبين الريموت سنسنج؟ قال لي الريموت سنسنج كونتينيوس اكوستيشن اوف داتا، بحصل على المعلومات بطريقه مستمره. regular revisits capabilities القدرة على إعادة المعلومات تاني أو تكرارها بصفة دورية. broad regional coverage بيغطي مساحات إقليمية واسعة. possibility of high spectral and spatial resolution أتحكم في الريزوليوشن بتاعه. manipulate وانهانس ديجيتال داتا، الداتا بتاعته بتبقى ديجيتال سهل اتعامل معاها، اعمل لها بروسيسنج بالسوفت وير. ability to continue satellite digital data with other digital data، ممكن افلترها من الداتا الاساسية واخلي الانوماليز بس هو اللي موجود عندي. التكلفة بتكون أقل، less cost effective data. possibility of updating أقدر أعمل updating أو تحديث للداتا. أقدر أتحكم في نوعية الداتا، possibility of stereo viewing and creating DM اللي هو المعلومات الرقمية. ممكن اعمل بالمعلومات ده ارشيف. some data ما تنفعش الا بالريموت سنسنج، ما تنفعش بالنيكد اي، ما بيعترفش بالحدود السياسية. ممكن اجيب داتا عن اي دولة جنبي سواء انا في عداء معاها او سواء انا مش في عداء معاها. acquiring data of inaccessible area المناطق اللي هي ما اقدرش اعمل فيها team surveying، سهل جدا ان انا اعمل عليها surveying بالريموت sensing. هنكتفي بكده في الفيديو ده لغاية صفحة 37، والفيديو الجاي هنكمل معاكم الباقي. هندخل بقى على الجزء اللي هو العملي. الجزء اللي فات ده كان تاريخي، نبذة تاريخية بالتعريف بتاعه. اللي جاي هيبقى الجزء العملي اللي عليه interpretation of graph والكلام ده كله، من اول تقسيم الالكترومغنتيك ويف باندد، وهناخد الابزوربشن والاميشن ويفز. هنقدر نفهم اللي جاي.
يعني ده أرضية بس تاريخية كده وشوية حاجات بسيطة، اللي جاي بقى هو المهم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.